بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم عملي والغاية منه التوفير، وهو موضوع تعبئة الحبر للطابعات. طبعا في طابعات مختلفة مثل الليزرية، الحرارية، طابعات الصور، الطابعات الكبيرة، بس احنا اليوم رح نحكي عن الطابعة المنزلية او المكتبية اللي بتعتمد على الحبر. كنا بنعرف ان الحبر اللي بنحتاجه للطابعة ان كان اسود او ملون مكلف جدا، وخاصة اللي عنده طباعة شبه يومية مثل الطلاب والموظفين إن كان بالبيت أو بالعمل. المشكلة اللي بواجهها معظمنا هي إنه الطابعات صارت مربوطة بالشركات المصنعة عن طريق ربطها بالموقع تبع الشركة، وخاصة أثناء تنصيبها من السيدة أو من الموقع مباشرة الخاص بالطابعة، وبيصل لمرحلة إنه بتوقف الطابعة عن الطباعة حتى نشتري حبر جديد من نفس الشركة. تظهر رسالة من الشركة بتقول انه اكتشفنا انه هذا الحبر او الكادرج المستعمل هو مزيف ومش اصلي او معبأة بشكل شخصي. انا بالنسبة لي لقيت الحل في البيت اثناء تنصيب السيدي وما بربطه بالموقع تبع الشركة، بلغي خاصية الطباعة بالوايرلس او باللاسلكي، وبعتمد على ربطه بالكابل عن طريق الكابل USB، عن طريق ربطه من الكمبيوتر للطابعة، وبلغي خاصية الوايرلس، وهدول الشغلتين بيلغوا ربط الطابعة بالشركة. وهي الرسالة اللي بتظهر هلأ رح حط لكم إياها، لازم إنه نحذفها مباشرة من علامة الإكس الحمراء اللي فوق، لا منقول يس ولا نو، نعم أو لا، وهيك منكون اتخطينا هاي المرحلة تبع ربطه بالموقع تبع الشركة، ومنتحرر من توقيف الطابعة. بيبقى في ملاحظة هامة انه عند شراء الحبر من المحل نتأكد من انه الحبر بيوافق الطابعة اللي عندك، لانه الـHB بشتري له حبر HB، اي نوع تاني برزر او كانون او HB او الى اخره، بقول للمحل انه انا بدي حبر للكانون او للـHB او للبرزر او اي طابعة عندي. هذا شيء، والسعر بيختلف من محل لاخر، بس بيبقى السعر او سعر الحبر بيساوي تعبئة اكثر من 20-30 كادرج بالمعدل يعني. فاذا كنا عم نستخدم مثلا عم نشتري 50 فرضا يورو الحبر الملون والاسود في كل مرة اذا كان اصلي، ممكن اشتري انا 50 يورو يقعدوا عندي سنة ونص اذا عم بستعملها بشكل يومي. ففيها توفير كتير كتير اكتر من يعني ما يتصور الواحد. فهون هاي هي عملية التوفير، بس بدها طبعا الواحد يتقنها شوي شوي، وهلأ رح نشوف بشكل عملي الموضوع ان شاء الله. هلأ شغلت الطابعة، ومثل ما ملاحظين اذا قربنا الكاميرا منلاقي انه الحبر النقطة كاملة، بس اعطتني هون على الكمبيوتر رسالة انه الحبر خالص ولازم تتصل بالشركة مشان تشتري. طبعا هون انا ما عندي غير اني اضغط على الاحمر هذا، مش تحت يا او ثنين يعني يس نو، فبضغط على الاحمر اللي فوق الاكس وبلغي هاي الشغلة. وهون برجع لهون بلاقي انه الحبر بعده مثل ما هو. هلا اذا انا ضغطت على الحبر مثلا هون بيعطيني انه الحبر فارغ، لاحظوا الاسود والملون فارغ واشارة تعجب فوق. طبعا انا بقول له اوكي، بلاقي الحبر هون اعطاني كمان اشارة تعجب. هلا انا حاطط خريطة ملونة، فاذا بدي اطبع مثلا بعمل كوبيرين هون او يعني كوبي ملون، رح يعطيني هلأ طباعة لنشوف كيف الحبر عندي.
طبعا عم تطبع هلا. اعطتني في عندي الاخضر ما واضح، الاحمر ما واضح، الازرق ماشي حاله تقريبا. بالنسبة للاسود كمان ماشي حاله، بس احنا راح نشوف طريقة تعبئة الحبر وكيف بدها تصير الالوان ونقارن بين الالوان بعد ما نعبي الحبر. وهلا راح نتعرف ان شاء الله على طريقة تعبئة الحبر بشكل عملي. عندي الاسود طبعا، عندي الاصفر هو ببين احمر بس هو اصفر، الازرق، الاحمر طبعا انا مستعملهم من اكثر من سنة عم بعبي منهم، الاسود خلص وعبيته مرة تانية لانه الاسود يستهلك بسرعة. طبعا لكل واحد عنده سرنج، وطبعا المحرمة انا حاطط هون نايلون على الطاولة مشان طبعا نايلون تبع الاكل هذا تبع الطعام حاطه مشان ما يوسخ الطاولة. هلا بالنسبة للطريقة، في عنا انه بنفتح الطابعة طبعا من تحت، بيظهر لنا الحبر طبعا الملون مبين انه ملون والاسود. طريقة فكهم سهلة جدا، مثلا بدي افك الاسود برفع الحاجز هذا او اللي بمسكها وبرفعه وبقيمه وبحطه على جنب اذا بدي اشتغل فيه طبعا، وبرفع كمان الملون كمان طريقة طبعا بفتحه. هلا في هون ملاحظة، طبعا عندي هون انا الشاشة هاي او هاي التوصيل تبعها كتير حساس، المفروض ما ادقره بايدي او ببصمتي او باي شيء لانه ممكن ينتزع او هاي، فببعد عنه قدر الامكان. واذا بدي احتفظ فيه انا لفترة معينة طبعا في عندي هذا الكادرج محطوط بالحاجز تبعه، طبعا بدي اقيمه بقيمه بهالطريقة هاي. ولاحظوا انه محل الحساسية هاي او التوصيل دائما مسكر، واذا بدي احتفظ فيه فترة طويلة طبعا في حافظة هون للحبر مشان ما ينشف، وبحتفظ فيه هيك وبسكره بضل فترة طويلة طويلة ما بسرو شيء. هلا بشكل عملي طبعا اول شيء بدنا نتعرف انه اول شيء انا شفت الاسود انه ما في شيء، رح نتعرف بس على طريقة تعبئته. هلا طريقة التعبئة، الملون اهم شيء هو الملون، بلاحظ هون في الوان اصفر ازرق واحمر بالنص. طبعا الطريقة السهلة اني افتحه، انا فاتحه من زمان ومعبيه طبعا عدة مرات، فيني انظف الواجهة تبعه. طبعا لاحظوا انه ما عم بدقر اللوحة، حساسة جدا هدي. هلا هون عندي ثقوب، طبعا الثلاث الفوقانيات هم المهمين. هلا انا ما بعرف طبعا، انا مسجل من اول مرة انه هذا الاحمر هذا الازرق هذا الاصفر، لكن افرض اول مرة وما بعرف ما مبين عندي، في طريقة سهلة جدا اني اجيب محرمة عادية انا بدخلها لهون بطلعها بلاقي اللون الاحمر، مثلا اللون صار فوق الاحمر. طبعا نفس الهاي بدخلها بالثقب الثاني بلاقي اللون الازرق، الثقب الثالث طبعا اللي هو بيكون حتما يعني الاصفر لانه ما ضل غير الاصفر. انا هلا شفت الازرق وشفت الاحمر باقي الاصفر بتاكد طبعا، فبيطلع لي اللون الاصفر. هلا طريقه التعبئه، عندي سرنج ببلش باي لون، راح اعبي السرنجات وارجع لكم ان شاء الله. هلا اذا بتلاحظوا عبيت انا الاحمر، طبعا الطاولة مغطاية بالنايلون ما بسر شيء، عبيت الازرق مبين الازرق هون،
والاصفر طبعا في نقطه من الاصفر، طبعا لاحظوا انه بتنقط هي احيانا، فانا ما بتفرق معي لانه انا حاطط نايلون مثل ما شايفين، فما بيأثر بتنشال وهي. وكمان في محرمة ممكن الواحد كمان يمسح. هلا طريقة التعبئة، احنا عرفنا وين موقع كل حبر وين، فبنيجي للأحمر بنغرز الإبرة تقريبا شي 2 ميلي او ميلي ميلي ونص، وبنضغط بشكل بطيء ومنفرغ السرنج بشكل بطيء. لاحظوا فرغناه منشيله. طبعا في الواحد يزيد، لكن بصير تنقط من تحت وبصير زيادة. عندي الأصفر طبعا عرفت أنا وين، هون كمان بضغط بشكل بطيء بطيء مش دفعة واحدة، بحيث إنه ينزل. طبعا في ملاحظة هون بس إنه ما يكون فيها هواء، الإبرة ما يكون فيها هواء. الأزرق كمان بنفس الطريقة بشكل بطيء بطيء بنزل الحبر. لاحظوا إنه استعجلت شوي قام طلع الحبر لبرا. طبعا ما مشكلة بس المفروض بشكل بطيء. هلا أنا فرغت 3 ألوان، انتهيت، بنظفها، برجع الاستيكر تبع السدادة بسكرها مشان الهواء، بتأكد هون بالنسبة للحبر لأشوف 3 ألوان تقريبا صاروا تحت، لسه الأصفر شوي ممكن إنه نعيد تعبئة الأصفر شوي. طبعا عينك ميزانك، يعني أنا حطيت كمية متساوية، بس يبدو الأصفر بالنسبة للاستهلاك بالنسبة للطباعة، طبعا هاي الأصفر وهذا الأحمر وهذا الأزرق، الأصفر بستعمله برد باخذ نص الكمية اللي حطيتها، وطبعا براقب إنه يا ترى بكفي أو لا. الأصفر إحنا حفظناه إنه هون ما نتخربط بالألوان، وبنزل شوي شوي وبراقب إذا صار في امتلأ أو لا. طبعا يبدو أنه لسه بدها، طبعا هاي حسب الطباعة. هلا ممكن أنه الطباعة اللي طبعناها الأصفر استهلك أكثر من الأزرق والأحمر، كمان بنحط شوي تقريبا صار ضعف الكمية اللي أخذها الأحمر والأزرق. مرد بنسكرها، مرد نعمل تيست عليها، الأصفر صار يظهر إذا بتلاحظوا، الأصفر والأزرق والأحمر بالنص. لاحظوا إنه أنا المقدمة هون ما دقرتها. هلأ طريقة تثبيتها، بثبتها بشكل عادي وسهل جدا. الأسود أنا قلت ما عندي مشكلة فيه، هلأ ممكن يكون نشف شوي لأنه خليته برا، منسكره. إذا بنطبع هلأ واحدة تانية نشوف الخريطة كيف صار فيها. بنلاحظ إنه الألوان تقريبا الأخضر، إذا بنلاحظ الأخضر زبط معنا، الأزرق أغمق شوي، الأحمر يبدو ما كان في مشكلة كمان، والأزرق فهو الأصفر اللي كان المشكلة. هلا الأخضر زبط معي، وهي الطريقة اللي ممكن إنه نعبي فيها الحبر. طبعا هلا انا عندي الالوان كانت تقريبا يعني نصها، او يعني فيني استهلكها اكثر، بس لاحظت انا انه الالوان ما ظابطه كثير، فكان الاصفر هو اللي مستهلك، فعبينا الاصفر هلا وظبط الاخضر عندي. وان شاء الله هلا فيني اطبع صوره ثانيه انا مثلا من الكمبيوتر
إذا نتأكد طبعا الطباعة كيف بدها تكون بشكل كامل. هلا رح نطبع صورة من الكمبيوتر لنشوف كيف الطباعة. طبعا فيها الأسود، فيها الأخضر، فيها الأحمر، فيها الأصفر. هاي الصورة اخترتها من الكمبيوتر. إذا نلاحظ الألوان، الأسود، الأخضر، طبعا هناك في ضوء، طبعا ضاوي الإضاءة شوي ما كتير، بس شوفوا الأحمر، هاي الطباعة، الأسود، الأصفر. طبعا هي بس الإضاءة تبع الكمبيوتر مأسرة، لكن الألوان الحقيقية هي هاي الألوان الحقيقية. وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم والطريقة عجبتكم. الأسود طبعا بنفس الطريقة، ما في خلاف يعني، لأنه الفتحات فوق، أي فتحة فيك تحط فيها الأسود، ثلاثة هم فوق فيك تحط فيها الأسود. إذا بدنا نلاحظ طريقة الأسود، بس على أساس إنه نعبيها، هي نفس الشيء تقريبا. إذا أنا طبعا هاي قديمة كتير، وهاي الأصلية، الأصلية أنا حاطط هلأ وحدة غير. إذا بنلاحظ ثلاث فتحات فوق مثل هدلوكن، كان هناك الأحمر والأصفر والأزرق، هلأ هون كلهم أسود، فيك تعبي من أي وحدة الأسود. طبعا بنرجع بنسكرها بنفس السترينج، الأسود بنعبيها وبتنتهي. طبعا هاي الطباعة اللي شفتوها ظاهرة ومنيحة طبعا، وهي هي طريقة التوفير. إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تستفيدوا منها. طبعا ما بتنسونا باللايكات، تنسونا بالتعليق، وإذا في أسئلة مستعدين نجاوب على أي سؤال. كمان ما تنسونا بالاشتراك، اللي لسه عم بزورنا لأول مرة يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.